كلام دكتور محمد وقال ان احنا بدأنا النظام ده او الفكر التأمين الصحي الشامل من سنة 64. واقول النقطة اللي تهمنا هنا ايه؟ لو كانت استقرار الدولة استمر من 64 لدلوقتي كانت مصر بقت في منطقة تانية خالص بما فيه التأمين الصحي او بما فيه العلاج المقدم. ولكن عندما تعرضت الدولة، وده اللي يهمني، ان انا بقى في كل الشرح اللي بيتم ده مبني على الاستقرار والامن والاستدامه. الاستقرار والامن اتحقق واستمر، احنا هنقدر كل اللي بنخططه ممكن نحققه. ممكن نلاقي فيه بعض الاشكاليات واحنا ماشيين نحلها. ما بقولش ان النظام اللي احنا بنتكلم عليه هيبقى 100% كامل وناجح، لكن نجاحه ونجاعته بالتصور المحطوط بيه، بالدراسات اللي اتعملت عليه، هيقدم نموذج هايل لمصر، او نموذج للعلاج والتأمين الصحي للمواطنين المصريين على كامل الدولة. لكن خلي بالكم، لو احنا تعثرنا من دلوقتي لمستقبلا، انا بقول الكلام ده عشان يبقى محطوط في رقبتنا، ليه ما نجحش سنة 64؟ ما نجحش ليه 64 بعد كده؟ يعني عشان 67؟ فلما دخلنا حرب تعثرنا في كل شيء. وليه ممكن يكون ما تمش في 2010 و2009؟ عشان احنا دخلنا في حالة ثورية بس ليها تكلفة فيوقفت كل شيء. ولو دخلنا في حالة تانية من عدم الاستقرار، انا بقول لكم ممكن اكون مش موجود ساعتها خالص في الدنيا. لن ينجح اي نظام في الدولة المصرية، تأمين صحي، تعليم، استثمار، تنمية، إلا بالاستقرار والأمن. الاستقرار والأمن. ليه بقول كده؟ عشان ده جزء في رقبتنا كلنا. الأم اللي عندها أبناء، الأب اللي عنده أبناء، في الجامعة والتوعية، في المدارس والتوعية، في الوزارات والتوعية. ما تحقق في مصر في الأربع سنين اللي فاتوا دول كان محاولة مننا للحفاظ على الدولة المصرية وتثبيتها وعدم الانزلاق للي انتوا بتشوفوه في دول تانية. هل حد يتكلم على تأمين صحي في الدول دي؟ هل حد يتكلم على كهرباء واستقرارها في الدول دي؟ انا ما بقولش اسماء دول خالص، لكن عايز اقول لكم ان كل اللي اتقال من زمايلنا امبارح والنهارده وبكره مرتبط بالاستقرار والامن. بالاستقرار والامن. وعشان كده لما انا اتكلمت في النقطه دي قبل كده من كذا شهر وقلت عايزين يبقى عندنا تخوف شديد من عدم الاستقرار، لان عدم الاستقرار بيهد كل ركائز النجاح اللي احنا ممكن نعملها. انا ما بقولش الكلام ده لتسويق لحاجة معينة او لصالح حد بعينه. الدول بتنجح، الدول اللي بيتكلموا عليها اليابان وامريكا وبريطانيا ودول اخرى لم تتعرض في تاريخها المعاصر على الاقل لمدة 70 سنة فاتوا لحالة من عدم الاستقرار العميق اللي ممكن تحول دون نجاح تخطيطهم وتنفيذه. لكن تعالوا نتكلم على الدول عشان يبقى الكلام بتاعنا يعني واقعي اكتر. قولوا لي مين الدول اللي ما كانش عندها استقرار وقدرت تعمل تخطيط ونفذته؟ ده الدول دي ما قدرتش تحافظ على المتاح قبل عدم الاستقرار. انا مش عايز اجيب اسماء دول لان انا في الغالب في النقاط اللي مش طيبة ما بتكلمش فيها على دول بعينها عشان ما يصحش في تقديري يعني. فانا بس اللي يهمني في الموضوع اللي اتقال، النظام اللي موجود ده اول حاجة لنجاحه هو استقرارنا. اتنين، عشان ينجح مع الاستقرار ان كل الاعتبارات وكل الركائز اللي اتحطت عليها فيما يخص التمويل المالي تتحقق. وده قالها الدكتور محمد مايت، قال لك انتوا النهاردة عايزين النظام ده ينجح، خلونا النقاط اللي احنا حاطينها، الاشتراطات، الاشتراكات،
التمويل بنسبه تتحقق، والجزء الباقي اللي لا يستطيع المواطن المصري البسيط، الدولة اللي هو ما يقرب من 30% من عدد السكان، الدولة تقوم بيه. وبرضه هرجع تاني، والدولة هتقوم بيه لو ما وصلش خدمة الدين وكل كل موارد الدولة وبقى قاسي عليها. يعني ايه؟ يعني النهارده احنا بنتكلم في 542 مليار جنيه، مش كده يا دكتور؟ خدمة الدين. يعني ايه خدمة الدين؟ يعني بندفعهم فايدة.